جربتوا تحلوا كيس الكيس الأخيرة؟ حدا فيكم جرب يحل الكيس الأخيرة؟ جربوا فيها، وإذا لقيتوا أي مشكلة أنا رحط لكم الإيميل على التيمز وعلى الإيرونينج، تتواصلوا معي. تمام؟ المرة الماضية حكينا كيف نشخص simple acid based disturbances. تمام، هيك الصوت أوضح. تمام، هلا المرة الماضية حكينا how to diagnose simple acid based disorders اللي بيكون فيها only one disturbance either acidosis or alkalosis metabolic or respiratory. تمام، اليوم بدنا نحكي شوي عن advanced pathophysiology لما يكون البيشنت عنده multiple acid based disturbances at the same time. تمام، هلا normally under normal circumstances ال charge للبلد ما بيكون charged، بيكون isoelectric. تمام، معنى انه isoelectric ان البوزيتيف charges رح تكون equal للنيجاتيف charges. البوزيتيف charges اللي هم الانايونز، والنيجاتيف charges اللي هم الكاتايونز. مين المين انايونز اللي موجودين بالاكسترا سيلولار فلويد؟ سوديوم والبوتاسيوم، especially مين؟ السوديوم. تمام، الاكسترا سيلولار كاتايونز مين هم؟ الكلورايد والبايكربونات. تمام، هلا مفروض بما ان البلد از ايزوالكتريك ان يكون السم اوف ذا بوزيتيف تشارجز الكاتايونز ايكوال الانايونز. تمام، بس هو فعليا اذا احنا بناخذ مجموع الصوديوم والبوتاسيوم بنقارنه بمجموع الانايون اللي هم الكلورايد والبايكربونات ما بيكونوا ايكوال، بيكون في بيناتهم جاب. هاي الجاب بنسميها الانايون جاب. هاي الانايون جاب شو بتعبر لي؟ بتعبر لي عن انايونز موجودين بالبلد. They contribute to isoelectricity of the blood, بس هم مش measured. موجودين ب small quantities. ممكن يكون proteins, ممكن يكون phosphate, sulfate. موجودين in small quantities. They are not measured. They are not calculated within the equation. They contribute to the isoelectricity of the blood, بس مو موجود بالequation. هدول اللي بيعبروا عن الانايون جاب. تمام؟ مين الميجر كاتايون بالاكستراسيلولار فلويد؟ الصوديوم. البوتاسيوم موجود بconcentration كتير قليل، فthey exclude البوتاسيوم من الequation. تمام؟ فبيصفي شو هو الانايون جاب؟ الانايون جاب هو مجموع الصوديوم concentration minus مجموع الانايونز اللي هم الكلورايد والبايكربونات. تمام؟ قديش normally الجاب هذا؟ around 10 ل 12 ملي equivalent per liter. تمام؟ بإيش هذا الإشي بهمني؟ لما أنا يصير في عندي acidosis وترتفع level of acids، مين رح يعمل buffering لهذا الأسيدز؟ إما البايكربونات أو السلفيت الفوسفيت اللي هو عبارة عن برضو بافرز، صح؟ هلأ إذا ارتفع، إذا اللي عمل البافرينج أكشن كان البايكربونات، شو بده يصير بالأنايون جاب؟ بتزيد، إن الأنايونز اللي هم النيجاتيف تشارجز نقصوا، فالصوديوم ماينس النيجاتيف تشارجز الكوانتيتي رح تكون أكبر. تمام؟ إذا اللي عمل بافرينج الفوسفيت والسلفيت رح تتأثر الأنايون جاب الكالكوليتد؟ لا، لانهم هم اصلا مش جزء من الايكويشن. لا، هلا الفكره بالموضوع ان البايكربونات هون عم بيعمل بافرنج للاسيدز اللي اجت من الميتابوليزم، من الانتيك، من الميديكيشن. تمام، ممكن مش البايكربونات اللي يعمل بافرنج، ممكن الاذر بافرنج سيستم لايك الفوسفيت والسلفيت. ايش هي الانايون جاب؟ البايكربونات هو نورمالي موجود بنورمال رينج. تمام، اذا تعرضت لاسيدز في جزء منه انا بخسره بالبافرنج افكت. تمام، اذا خسرت انا هذا الجزء منه حينقص البايكربونات، حترتفع الانايون جاب. تمام، اذا الاسيدز اللي عملوا لها بافرنج مش البايكربونات، الفوسفيت او السلفيت، هل رح تتاثر الكالكوليتد انايون جاب؟ لا. تمام، ايش بيهمني هذا الشيء؟ بيهمني بالديفرنشال دايجنوسيس للاسيدوسيس اللي بتصير عند البيشنت، اني اعرف انا شو سبب الاسيدوسيس اللي صار عند البيشنت. هل هو انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس ولا نون انايون جاب؟ بيست اون ويتش انا بقدر اعرف شو هي الايتيولوجي اللي سببت الاسيدوسيس وبقدر اعالجها. تمام، مثلا فور اكزامبل اذا البيشنت كان في عنده elevated level of lactic acids او keto acids. تمام، اللاكتيك acids والكيتو acids بالعاده مين بيعمل لهم buffering؟ البايكربونات. فكل ملي مول من الكيتو acids او اللاكتيك acid they will neutralize او خلينا نحكي بيخسروني during the buffering 1 ملي مول of bicarbonate. تمام، فلما بخسر انا البايكربونات شو بده يصير بالcalculated انايون جاب؟ بده يزيد. فانا بتوقع انه لما البيشنت يدخل بديابيتك كيتو اسيدوسيس او يدخل بلاكتيك اسيدوسيس، شو تكون نوع
الاسيد بيس ديسوردر اللي عنده هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. يس لانه نقص البايكربونات. تمام، عشان هيك احنا بعد ما نحدد نوع الميتابوليك ديسوردر عند البيشنت لازم انا احدد نوعها، هل هي ميتابوليك، هل هي هاي انايون جاب ولا نورمال انايون جاب او نون انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. فالثيرد ستيب بالالجوريثم اللي كنا ماشيين فيها المره الماضيه انا بدي احسب عند البيشنت الانايون جاب. تمام، الانايون جاب صوديوم اللي هو المين كاتايون، البوتاسيوم موجود بفيري سمول كونسنتريشنز فبنقدر نستثنيه من المعادله، ومجموع النيجاتيف انايونز اللي هم الكلورايد والبايكربونات. تمام، اذا كان اقل من 12 شو بيكون نوع الميتابوليك اسيدوسيس؟ نون انايون جاب. نون انايون جاب لانه اللي عمل بوفرنج ممكن يكون الفوسفيت السلفيت البروتينز، البايكربونات ما تاثرت فالانايون جاب ما تاثرت. تمام، بالمقابل اذا كانت هاي انايون جاب فوق ال 12 بتكون بنسميها عند البيشنت عنده انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. تمام، مين اللي بده يطلع بالسالب؟ الانايون جاب؟ لا، ما هو احنا الصوديوم ماينس البايكربونات، شو ما قلل البايكربونات الصوديوم انا عندي نورمالي بين 135 و 145. لا هي مش لازم تكون فوق ال 12، هي بالعاده النورمالي تكون تحت ال 12. من 10 ل 12 تقريبا. تمام، اذا ارتفعت فوق ال 12 معناها انا في عندي elevation in the anion gap. تمام، هي الصوديوم ماينس البايكربونات، فكل ما نقصت البايكربونات كل ما زادت الريزلت الايكويشن. تمام، حضرتي المره الماضيه المحاضره؟ ما هو هيك كيف بدك تعرفي. في عندنا ستيب 1 ستيب 2. بستيب 1 انا بطلع على البي اتش، بطلع على السي او 2، بطلع على البايكربونات، فروم ويتش تقدر تحدده. تمام، هلا في ترم ثاني كمان رح نتعامل معه اللي هو الاكسس انايون جاب. شو مبدا الاكسس انايون جاب؟ انا بشوف قديش الانايون جاب ابتعدت عن النورمال، قديش زادت. تمام، فقديش هو النورمال؟ النورمال انايون جاب 12. تمام، فانا بحسب الانايون جاب الايكويشن اللي اخذناها قبل شوي، بطرح منه الابر ليميت للنورمال اللي هي 12. تمام، هذا شو بسميه term، بسميه الاكسس انايون جاب. عن ايش بيعبر لي الاكسس انايون جاب؟ هو فعليا بيعبر لي عن قديش في بايكربونات من هون خسرتها. تمام، هلا لو هذا كان نورمال قديش هون رح يكون الريزلتس؟ 10 ل 12. تمام، 12 ماينس 12 بتطلع صفر. تمام، كل ما نقصت البايكربونات كل ما زاد ايش؟ الاكسس انايون جاب بمقدار الريدكشن بالبايكربونات. تمام، شو بيفيدني هذا الشيء؟ كمان بيفيدني بالديفرنشال دايجنوسيس. هلا رح نشوف اذا انا رجعت البايكربونات الريدكشن، خلينا نحكي انا الاكسس انايون جاب هي بتعبر لي على قديش الاسيد بيس ديسوردر نقص البايكربونات، فمفروض انا اذا رجعت هاي الفاليو للبايكربونات لوين توديني؟ بصير نورمال، نرجع للنورمال. اذا البايكربونات مثلا ميجرد لقيتها عند البيشنت 10، تمام، قديش هون بتكون الاكسس انايون جاب حتوقع انها تكون؟ هون 10، يعني نقصت عن النورمال بمقدار 14، صح؟ النورمال 24. النورمال بايكربونات ليفل اتفقنا انا ناخذها اون ذا ميدل اوف ذا رينج اللي هي 24. تمام، فاذا هون نقصت بمقدار 14 هاي الايكويشن كامل قديش رح يكون الريزلت لها؟ 14. الاكسس انايون جاب هو بيعبر لي على قديش انا خسرت بايكربونات باي ذا اسيد بيس ديستربنس. تمام، اذا رجعت هذول ال 14 جمعتهم للنورمال بايكربونات ليفل المفروض يرجعني للنورمال، انا بجمع النقص مع قديش الريزلت المفروض يرجعني للنورمال. تمام، هذا الشيء اللي احنا رح نعمله بالستيب الرابعه. تمام، بعد ما اكون انا حسبت للبيشنت الاكسس انايون جاب شو بعمل؟ بزيده للميجرد بايكربونات. تمام، لنفرض بيشنت صار عنده اسيدوسيس وخسر بايكربونات بمقدار 10 ملي ايكوفالنت 10 ملي مولز، نورمال هي 24 خسر 10 صارت 14. تمام، الانايون جاب قديش رح كيف رح تتاثر؟ هون بدل ما كانت 24 قديش صارت؟ 10 سوري 14 احنا قلنا هي صارت 14. فقديش الانايون جاب رح تطلع عند البيشنت؟ رح تزيد الانايون جاب بمقدار 14. تمام، لما انا اطرح 14 ماينس 12 احسب الانايون جاب
راح يطلع عندي الريدكشن اللي هو اتفقنا انه صار عنده ريدكشن باي 10 صح؟ اذا مسكت انا هاي العشرة وزدتها على الميجر باي كربونات اتفقنا انها المفروض ترجعني للنورمال تمام؟ واضح؟ نايم. هلا احنا اتفقنا ان الاكسس انايون جاب هو بيعبر لي على انا قديش تغيرت عندي الباي كربونات، لنفترض ان الاكسس انايون جاب هي الدلتا باي كربونات تمام؟ كل ما زاد الريدكشن بالباي كربونات كل ما زادت الدلتا انايون جاب. طب انا اذا رجعت الريدكشن للميجرد لوين رح يوديني؟ الباي كربونات نورمالي 24 خسرت 10 وضل 14، اذا جمعت ال 10 وال 14 وين رح يرجعوني؟ للنورمال لل 24 تمام؟ فهذا الشيء اللي احنا بنعمله بهاي الستيب، انا بجمع الميجرد بايكربونات مع الاكسس انايون جاب مفروض يرجعني للنورمال اللي هو بين 22 و26. اذا طلع اقل من هيك في ابنورماليتي، واذا طلع اكثر من هيك في ابنورماليتي. هلا الانايون جاب انا مفروض هون عندي 24 صارت 10 مفروض تزيد باي 10 يعني تطلع 22 تمام. فانا اذا زدت الميجرد مع الاكسس جمعتهم وطلع تحت 22 معناها أنا في عندي another acid-based disturbance that reduced the bicarbonate level تمام؟ يعني معناها هي قبل ما يصير الـ acid-based قبل ما تصير الـ anion gap metabolic acidosis الـ bicarbonate ما كانت normal معناها كان في عندي concurrent non-anion gap metabolic acidosis تمام؟ إذا لما جمعتهم رفع لي الـ bicarbonate above 26 معناها في عندي الكالوسيس معناها بالاصل كانت البايكربونات اكثر من 26 معناها في عندي at the same time metabolic الكالوسيس هي بالاصل كانت زايده صار عندي انا جام metabolic acidosis نقصها يعني عندي يس ففي عندي concurrent acid more than one acid base disorder تمام. نرجع نعمل سمري سريع. أنا بالخطوة الأولى عرفت شو الـ primary acid base disturbance. طلع عندي metabolic acidosis. هاي calculation نعملها لما يطلع عندي metabolic acidosis. بحسب الـ anion gap. أنا بالـ anion gap بكون أنا حددت قديش ارتفعت عندي قديش صار في عندي زيادة above the normal. لنفرض طلع عندي الـ anion gap 22 وهو normal 12. يعني قديش في عندي زيادة؟ 10. هاي العشرة بتعبر عن شو؟ reduction بالبايكربونات. خليني أرجع الـ reduction للمجر. اتفقنا أنه المفروض يرجعني للنورمال. إذا ما رجعني للنورمال معناها في عندي another acid base disorder تمام؟ يعني لنفرض مريض كان عنده بالأصل البايكربونات 30 يعني بالأصل كان عنده البايكربونات عالية لما دخل بأنايون جاب ميتابوليك أسيدوسيس نقصت البايكربونات بمقدار 10 تمام؟ لما أحسب الأنا الإكسس أنايون جاب حيطلع 10 نقصت بمقدار 10 هي هاي الإكسس أنايون جاب قديش الكالكوليتد انايون جاب ماينس 12 احنا هون لما حنحسب الكالكوليتد انايون جاب رح تطلع معي 22 تمام 22 ماينس 12 تطلع 10 تمام باجي ارجعها للمجرز احنا قلنا كان 30 ونقص 10 قديش صار 20 لما اجي ارجع ال10 لل20 بصير 30 معنى انه 30 انه من الاصل كان ابنورمال تمام هلا انا ما بكون عارفه قديش هو كان انا قلت لكم افترضوا انه هو كان 30 الفكرة أني أنا ما بكون عارفة قديش كان قبل ما يصير الأسيد بيس ديستربنس بعمل هاي الكالكوليشن عشان أعرف قديش كان قبل ما يصير الأسيد بيس ديستربنس خلص نورمال ما عنديش غير أنا ينجاب ما كان عندي غير أنا ينجاب ميتابوليك أسيدوسيس إذا طلع أقل 22 معناها في سبب للأسيدوسيس تاني غير الأنا ينجاب ميتابوليك أسيدوسيس بيكون نون أنا ينجاب ميتابوليك أسيدوسيس مع أنا يس عنده سببين مثلا renal impairment و diarrhea at the same time تمام إذا طلع أكثر من 26 ممكن لا يكون عنده renal impairment و الكالوسيس يعني vomiting مثلا for example أو DKA و vomiting وهذا common أنا نشوفه بالبراكتس تمام هلا إحنا بنمشي بالstep wise approach السهل بالموضوع أنا تمشي step by step رح تلاقي الإجابة هلا حناخد examples تسهل عليكم ناخذ كيس. A 31-year-old man with severe cognitive impairment is admitted to the ICU after ingesting unknown quantity of aspirin. Patient ماخذ كمية كبيرة من الأسبرين. His presenting laboratory result shows a pH. كان patient عنده pH سجل عندكم 7.5. The partial pressure لل CO2 كانت 20 والconcentration للبايكربونات كانت 16. تمام؟
الصوديوم كونسنتريشن كانت 140 والكلورايد كونسنتريشن كانت 103. تمام، خلينا نمشي على الالجوريثم ونشوف شو الاسيد بيس ديسوردر اللي موجود عند البيشنت. قديش كانت البي اتش؟ 7.5. هل هي اسيديميا ولا الكاليميا؟ الكاليميا. تمام، نطلع على البايكربونات والاف سي او 3 ماينس. هل كانت السي او 2 ناقصه؟ قديش كانت السي او 2 عند البيشنت؟ 20. معناها البيشنت شو عنده؟ ريسبيراتوري الكالوسيس. هل كانت البايكربونات فوق 26؟ لا، ننسى هذا الارم، بنمشي مع الريسبيراتوري الكالوسيس. نيجي هون على الريسبيراتوري الكالوسيس، هل المشكله اللي صارت عند البيشنت كانت اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت، كان بريفيسلي ما عنده اي مشكله. تمام، نمشي على الاكسبكتد تشينج بالبايكربونات ان اكيوت الكالوسيس. دلتا بايكربونات ايكوال 0.2 دلتا سي او 2. قديش السي او 2 احنا طلعت معنا؟ 15. ناخذ 40 20 ناخذ 40 ماينس 20 تطلع 20 ضرب 0.2 4. معناها التشينج بالبايكربونات بده يكون باي 4. هل رح تزيد ولا رح تقل؟ انا عندي الاسيد نقص، فشو المفروض يصير بالبيز؟ ينقص. نقص عندي الاسيد، المفروض الكومبنسيشن اني انقص البيز حتى اخلي البي اتش قريبه للنورمال، فالبايكربونات المفروض تنقص باي 4. تمام؟ هلا قديش عندي البايكربونات كانت؟ هو النورمال قلنا 24، لما بدها تنقص 4 20 بلس ماينس 2 يعني بين ال 18 وال 22 صح؟ قديش الميجرد كان عند مريضي؟ 16. هذا الحل اللي اوريدي حكيناه احنا، معنى انه 16 انه not within the expected، معناها عندي mixed acid base disturbance. تمام؟ في اشي تاني خلاها تنقص. تمام؟ هلا هون شو بعمل؟ كيف نعرف؟ بدنا نمشي بباقي الستبس، ما بنقدر نحدد هلا. نحسب عند البيشنت الانايون جاب. قديش الانايون جاب؟ الصوديوم كان عنده 140، الكلورايد 103، والبايكربونات 16. قديش طلعت الانايون جاب عند البيشنت؟ 21. معناها البيشنت كمان عنده انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. هل عنده اشي تاني ولا بس هيك؟ لازم نكمل الستيب اللي بعده حتى نعرف. نمشي للستيب بعده، بنحسب الاكسس انايون جاب. قديش الاكسس؟ 21 اللي هي ميجرد عند البيشنت ماينس 12 اللي هي النورمال. قديش طلعت؟ 9. هاي التسعه لمين حكينا بدنا نضيفها؟ للميجرد بايكربونات اللي هي 16. 16 زائد 9 25. از ات ويذين نورمال رينج؟ خلص معناها بس صفى البيشنت عنده تو ديسوردرز اللي هم الريسبيراتوري الكالوسيس والهاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. تمام؟ واضحه؟ أوكي. خلينا ناخذ كيس ثانيه. خلينا ناخذ هاي الكيس. البيشنت از 23 يير اولد وومن هو واز ادمتد 6 اورز اجو فور دايابيتيك كيتو اسيدوسيس with appropriate therapy for her hyperglycemia has improved and her serum ketones are clearing. Because she continues to feel poorly, repeat blood work is obtained. Studies shows a pH of 7.13, سجلوهم عندكم. CO2 15 والبايكربونات 5. Sodium concentration كان 140 والكلورايد 110. تمام؟ هلا اول شيء بنطلع على مين؟ على pH. Is it acidic or basic? Acidemia ولا acidemia. تمام؟ نطلع على البايكربونات والCO2. الCO2 ناقصة. معناها هل هي primary problem؟ نقصان الCO2 شو بيعمل؟ الكالوسيس مش acidosis. تمام؟ فبنخليها على جنب. نيجي عن reduction of bicarbonate. خسرت base بدخل بacidosis. صح؟ فمعناها primary problem عندي الميتابوليك acidosis. تمام؟ عندي ميتابوليك اسيدوس، بدي اشوف في مشكله ثانيه ولا لا، بنحسب الكومبنسيشن. كيف كانت الايكويشن تاعت الكومبنسيشن هون؟ يس، انا خسرت اسيد، المفروض يدخلني بالكالوسيس، البي اتش مش ماشيه معه، صح؟ احنا قلنا البي اتش قديش؟ اقل من 7.35، تمام؟ لو فعليا السي او 2 ناقصه المفروض البيشنت يدخل بالكاليميا. هلا هي ممكن تكون ناقصه بس هذا الشيء انا ما بعرفه من الستيب الاولى، بعرفه بالنكست ستيبس. تمام؟ فهلا بالستيب اللي بعدها احنا اتفقنا انه في ميتابوليك اسيدوسيس، صح؟ قديش المفروض يكون الاكسبكتد سي او 2؟ 1.5 ضرب 5 بلس 8 طلع تقريبا 15.5، صح؟ قديش عند البيشنت الميجرد؟ 15، يعني within the expected، صح؟ يعني احنا قلنا plus minus 2،
فهو within the expected. ما في عنده البيشنت respiratory problem. عنده metabolic acidosis. هل هاي metabolic acidosis high anion gap ولا normal anion gap؟ بدنا نحسب الانايون جاب. قديش الصوديوم؟ 140. قديش الكلورايد؟ 110. البايكربونات؟ 5. قديش بيطلع؟ 25. 25 صح؟ ال 25 is it normal؟ لا مرتفع، معناها البيشنت عنده هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. في عنده مشكله ثانيه غيرها ولا لا؟ بدنا نمشي بالستبس اللي بعدها. تمام؟ الانايون جاب فوق ال 12، بحسب الاكسس جاب 25 اللي هو طلع معي ماينس 12 قديش؟ 13. نجمعه مع الميجرد اللي هي 5. 13 و5 18. إذا 18 نورمال؟ بايكربونات قديش النورمال رينج؟ 22 ل 26 يعني أقل من 22، معناها البيشنت عنده concurrent non anion gap metabolic acidosis. واضح؟ برجع بحكي لكم، روحوا على البيت وحلوا عليه، ارجعوا حلوا نفس الاكزامبلز لحتى تتمكنوا تفهموا ايش الكونسبت لهم. تمام؟ اوكي، هلا احنا طول المحاضره الاولى وتقريبا نص هاي المحاضره واحنا بنحكي هاو تو دايجنوز الاسيد بيس ديستربنس اللي عند البيشنت. شو اعرف شو نوع الاسيد بيس ديستربنس اللي عند البيشنت؟ لانه بالاخير انا ما راح اعرف how to treat the disease unless I know the etiology of the underlying cause. دائما الاسيد بيس ديستربنس بيجي هم consequence من primary disease. يعني البيشنت بيدخل بلونج ديزيز بتعمل له اسيد بيس ديستربنس، برينال ديزيز بعمل له الاسيد بيس ديستربنس. اذا انا ما عرفت شو هو السبب ما راح اقدر اعالج الاسيد بيس ديسوردر اللي عند البيشنت. فاحنا اول ستيب بالتريتمنت هي اني اعرف شو نوع الاسيد بيس ديسوردر اللي عنده، شو في diseases بتعمل هذا الأسيد بيس ديسوردر، شو في منهم موجود عند البيشنت based on which بنعالج المريض. تمام؟ فإذا أول step أنا بدي أشوف أعمل البيشنت arterial blood gases. مريض شكيت أنه يكون عنده أسيد بيس ديسوردر، بدي أسحب له sample ABG. تمام؟ بدي أشوف السيرم إلكترولايت حتى أقدر أحسب الأنايون جاب. بدي أعمل physical examination أشوف هل عنده abnormality breathing، هل عنده مشكلة ممكن تسبب أسيد بيس ديسوردر. بدي أشوف أخذ منه clinical history، اشوف شو ماخذ ميديكيشن، شو متعرض لها اكسبوجرز ممكن تكون سببت له الاسيد بيس ديسوردر. بدي اشوف الميديكيشن مثل ما قلنا حتى اقدر اعرف شو هي الايتيولوجي اللي مسببه عند البيشنت الديزيز. واهم شيء انا وانس انا عرفت شو هو الكوزاتيف باثولوجي اللي سببت عند البيشنت الاسيد بيس ديسوردر، اني اعالجها حتى الاسيد بيس ديسوردر يرجع للنورمال. تمام؟ اذا عرفنا شو هو الكوز وكان الكوز از تريتابل وعالجناه، برجع البيشنت للنورمال without the need to intervene بالنسبة للأسيد بيس ديسوردر. يعني البيشنت دخل بأسيدوسيس ما بعطيه ألكالاي إلا بالإكستريم كيسز. تمام؟ دخل بألكالوسيس ما بعطيه أسيدز إلا بالإكستريم كيسز. أذروايز إذا كان مالت ومودريت كيس بس بعالج الكوز. وحتى لو اضطريت أني أعطي ألكالاي أو أني أعطي أسيد without treating the underlying cause ما رح أكون وصلت للبيشنت للتريتمنت، لأنه مجرد ما وقفتهم رح يرجع الأسيد بيس ديسوردر عند البيشنت. Sometimes أنا بحتاج أني أعمل support للpatient. المرة الماضية حكينا أن الأسيد based disorders ممكن تدخل patient بأريثميز، ممكن تعمل عند patient hypotension، ممكن تدخل patient بseizure. هذا الأشياء تحتاج interventions supportive intervention، cardiovascular support، blood pressure vasopressors، ممكن anti epileptic و supportive treatment لغاية ما أكون أنا عالجت the cause اللي عند patient. تمام؟ بركب للبيشنت arterial line. احنا اتفقنا انه الاي بي جي سامبل بتتاخذ من وين؟ من الارتري مش من البين. تمام؟ مش سهل انه كل شوي انا اسحب للبيشنت سامبل اي بي جي، فالاسهل علي اذا البيشنت عنده acid based disorder اني اركب له arterial line واصير كل مره اسحب السامبل من الارتريال line. تمام؟ وكمان ممكن حكينا نعمل chemistries عشان نحسب منه الانايون جاب ونتاكد انه هل الانايون جاب with the treatment صار لها normalization ولا لسه هاب normal. هلا التريتمنت ديسيجن بتعتمد على شو هي الاندرلاينج باثوفيزيولوجيك ستيت اللي عند البيشنت، شو البيشنت عنده ابنورماليتي بيست اون ويتش احنا نختار الموست ابروبريت تريتمنت. تمام؟ اذا البيشنت مثلا كان في عنده رينال فيلير ممكن اعمل له دياليسيس، بيشنت عنده دايابتيك كيتو اسيدوسيس ممكن اعطيه انسولين، بيشنت عنده مثلا لاكتيك اسيدوسيس بدي احسن التشيو بيرفيوجن، بدي اوقف السبب اللي عامل عند البيشنت اللاكتيك اسيدوسيس. تمام؟
هيك بنكون خلصنا أول بارت. هلا بنشوف بارت the treatments. هلا بنحكي عن التريتمنت. فونس انا عرفت شو هي البرايمري ديسوردر اللي عند البيشنت، حددت شو عندهم ميتابوليك اسيدوسيس ريسبيراتوري انفلوسيس، انا حكون عرفت شو هي الابنورماليتي وبدي ابلش هلا تارجتد ثيرابي. تمام. هلا الميتابوليك اسيدوسيس هي اتفقنا انه بيصير فيها ريدكشن بالبي اتش بسبب الريدكشن بالبايكربونات. تمام. هلا شو في كوزز بتسبب عند البيشنت ميتابوليك اسيدوسيس؟ بيقسمهم انتو تو كاتيجوريز، ميتابوليك اسيدوسيس وذ نورمال انايون جاب or metabolic acidosis with high anion gap. قلنا حسب مين اللي بيعمل buffering لهاي الأسيدز. إذا كانت البايكربونات الأنايون جاب شو رح يصير فيها؟ رح ترتفع. إذا كان السلفيت الفوسفيت البروتينز الأنفجر بروتينز الأنايون جاب ما رح تتأثر. تمام؟ في نومينكس هيك بيختصروا فيهم الأهم etiologic factors للأنايون جاب والنون أنايون جاب metabolic acidosis اللي هم mud piles و used car. M stand for methanol metformin. U stand for uremia, D for diabetic or alcoholic ketoacidosis, P for paraaldehyde or metformin ingestion, I for isoniazide or iron intoxication, L for lactic acidosis, P for ethylene glycol or ethanol, و S for salicylate. تمام؟ بالمقابل بالnormal anion gap used car U for ureteral diversion, S for saline infusion, E for ingestion of exogenous acids, D for diarrhea, C for the use of carbonic anhydrase inhibitor, A for adrenal insufficiency, and R for renal tubular acidosis. هدول بدنا نحفظهم. إيش differential diagnosis؟ إيش في causes بتعمل anion gap metabolic acidosis و causes بتعمل non-anion gap metabolic acidosis؟ Yes. هلا signs and symptoms اللي بتظهر على patient. هلا mainly أنا لما يصير في عندي metabolic acidosis كيف بدي يكون response respiratory system؟ بده يزيد الفنتيليشن، بده يطلع اكسس CO2. تمام. لما يزيد الفنتيليشن شو رح يصير؟ في عندي زياده بالمنت فنتيليشن، ممكن يصير بيشنت عنده دسميا، ريسبيراتوري فاتيج، ممكن يدخل بريسبيراتوري فيلير ان سيفير سيتويشنز. فممكن هاي السيمتومز اللي انا اشوفها على البيشنت. تمام. ممكن الافكت على الهارت، البيشنت يدخل بفنتريكولار اريثمياز ريدوس كونتراكتيليتي. ممكن الافكت على النيرفس سيستم البيشنت، يعني ان مالد كيسز يشكي من الليثارجي، ان سيفير كيسز ممكن يدخل بكوما او يدخل بسيجرز. تمام. هذا لما بنحكي عن اكيوت كونديشن. بينما لو كان كرونيك اسيد بيس ديسوردر مثل اللي بنشوفهم بمرضى الكرونيك كيدني ديزيز، احنا بنعرف انه هدول البيشنت دائما بيصير في عندهم ابنورماليتيز بالبون، صح؟ بيصير في عندهم من الاكسس اسيدز بتاثر على الكالسيوم ديبوزيشن within the bone. فهدول البيشنت اذا كانوا صغار بالعمر ممكن يدخلوا بامبيرد جروث ريكتس، اذا كانوا كبار بالعمر ممكن يدخلوا باوستيوماليشيا او اوستيوبينيا. تمام. من الكرونيك اسيدوسيس. How to treat الاسيدوسيس الميتابوليك اسيدوسيس؟ حكينا دائما كل باثولوجي رح نحكي بنفس الشيء، and the first step is to identify and to treat the causative patient. تمام. هلا sometimes بيكون البيشنت عنده mild to moderate disease، مجرد ما انا عرفت شو هو الكوزيتيف وعالجته بتنحل المشكله. تمام. اذا كان عنده سيفير ديزيز ممكن انا اضطر اني اتدخل واني اعطيه، بما انه عنده ميتابوليك اسيدوسيس، اني اعطيه بيز. تمام. اني اخفف من السيفيريتي اوف ذا ديرينجمنت للبي اتش. تمام. امتى ممكن الجا بهذا الشيء؟ لما يكون بيشنت مثلا عنده رينال ديسفانكشن، لانه اذا عنده رينال ديسفانكشن ما راح يقدر يعمل ريجينريشن للبايكربونات اللي خسرها. فاذا عنده رينال ديسفانكشن او عنده سيفير اسيدينيا كانت البي اتش ليس دان 7.15، وقتها بضطر اني اعطي بايكربونات لاقلل من السيفيريتي اوف اسيد بيس ديسوردر. تمام. الرينال ديسفانكشن هذا اللي بنحكي عنه هون الكرونيك رينال ديسفانكشن، وبالعاده بنعطي فيه اورال بايكربونات. تمام. اذروايز لما يكون الكونديشن از اكيوت لازم الـ pH تكون less than 7.5 حتى أعطي الـ patient الـ bicarbonate. وفي عندي exceptions تانيين اللي هم الـ diabetic ketoacidosis والـ lactic acidosis. In these scenarios ما بعطي bicarbonate إلا إذا كانت الـ pH very severely reduced، أقل من 6.9. تمام؟ ليه؟ هلأ ممكن مريض diabetic ketoacidosis يجيني تكون الـ pH عنده 7.1، أعطيه bicarbonate
واعطيه انسولين، اعالج الدايبتيك كيتو اسيدوزيس. مجرد ما عالجت الدايبتيك كيتو اسيدوزيس شو بده يصير بالبايكربونات اللي لوست؟ بيصير له ريجينيريشن. تمام، اذا صار له ريجينيريشن وانا اوريدي معطي للبيشنت بيزمن برا، شو حدخل البيشنت؟ بدخل بشيء بسميه اوفر شوت ميتابوليك الكالوسيس. تمام، انا هو كان باسيدوزيس من التريتمنت دخل بالكالوسيس. تمام، فعشان هيك احنا لما تكون البيشنت عنده دايابيتيك كيتو اسيدوزيس او لاكتيك اسيدوزيس ما بعطي بايكربونات الا الفيري سيفير كيسز اللي انا بخاف بوقت هالبيشنت يدخل مثلا باريتمس او بوقت يدخل بسيفير، فانا بدي اخفف السيفيريتي اوف اسيدوزيس ديسوردر اللي عنده. تمام، كيف بعطي البايكربونات؟ بعطيه in a dose of 100 ملي equivalent and 400 cc of normal saline over 2 hours. هاي الدوز بس لمين؟ للكيتو اسيدوزيس واللاكتيك اسيدوزيس. تمام؟ هلا إذا البيشنت مثلا عنده renal failure, renal tubular acidosis, intoxication, other reasons، نطلع على الـ pH. إذا كانت لسه على 7.15 بعطيه بايكربونات. كيف أعطي بايكربونات؟ قديش الدوز؟ نحسبها للـ patient calculated. تمام؟ كيف بنحسب قديش الـ patient بحتاج؟ بحسب إشي بسميه الـ bicarbonate deficit، يعني قديش الـ patient ناقصه bicarbonate. الـ bicarbonate deficit هو عبارة عن 0.5 ضرب الـ patient weight ضرب النورمال ماينس الكرنت. يعني لو مريض عنده هلا البايكربونات 10 ووزنه 70 فور اكزامبل، نص ضرب 70 ضرب النورمال قلنا 24 بناخذها ماينس 10 يعني 14. نحسب للبيشنت قديش الديفيسيت بالبايكربونات. تمام، هل اعطيهم كلهم؟ ما نعطيهم كلهم، لان اذا اعطيناهم اياهم كلهم اول شيء ممكن يدخل بالفالوسيس، ثاني شيء انا هو الفورميليشن عباره عن صوديوم بايكربونات، فانا اذا اعطيت quantity كبيرة من الصوديوم بدخل البيشنت في هايبرناتريميا، فلويد اوفرلود، بيرفع البلد بريشر، بصير في عندي كثير كومبليكيشن. تمام، فاحنا بنحسب هاي الدوز بنعطي تقريبا نصها. الهاف اوف ذا كالكوليتد دوز از جيفن اوفر 2 تو 4 اورز، ومش شرط انا ارجع البي اتش نورمال، مجرد ما تبعت البي اتش ابوف 7.2 7.3 بكون خلص انا صرت سيف سايد، انه البيشنت ما راح يصير عنده اكيوتلي كومبليكيشن. بعد هيك بعالج الكوزاتيف فاكتور اللي مسبب عند البيشنت الاسيد بيس ديستربنس، وهذا الشيء المفروض يرجع لي البي اتش للنورمال. تمام، اذا كانت كرونيك اتفقنا قبل شوي البيشنت بعطيه اورال سبلمنتيشن، اذا كانت كرونيك كيدي ديزيز فور اكزامبل، قديش الدوز اللي بنعطيها؟ بنعطيه تقريبا 15.4 ل 23.1 ملي ايكوفالنت بير داي. تمام، ما هي فعليا هاي الدوز اللي هي نص ضرب الويل ضرب التشينج بالبايكربونات النورمال ماينس الفرنس، بنفرض طلعت 100، بحسب انا قديش فوليوم بدي، بعطي نصها بعطي 50 اوفر 2 تو 4 اورز. يعني هي دوز بس كيف تحسبها ان كوانتيتي؟ يعني هي بتطلع معي ان ملي ايكوفالنت، كيف بدي احسبها ان كوانتيتي؟ each 1 ml of 8.4 IV solution، الـ IV solution الموجود أكثر شيء اللي هو بـ concentration 8.1، كل ml بيكون فيه 1 ml equivalent. يعني إذا طلعت معك الـ deficit 100 وبدنا نعطي للبيشنت نصهم بنعطيه 50، نعطي 50 ml of 8.4% IV solution. تمام؟ إذا بدي أعطيه oral، كل tablet بيجي فيها 7.7 ml equivalent من sodium bicarbonate. يعني احنا قلنا البيشنت بنعالجه ب 15.4 ل 23.1، يعني بيحتاج 2 to 3 tablets per day من الصوديوم اور الصوديوم بايكربونات. حدا عنده اي سؤال؟ هاي بالنسبه للتريتمنت اوف ميتابوليك الكالوسيس. هلا بدنا نحكي عن التريتمنت اوف ميتابوليك الكالوسيس. بالميتابوليك الكالوسيس المشكله عباره عن زياده as a consequence of increase in bicarbonate. ايش في causes ممكن تعمل عند البيشنت ميتابوليك الكالوسيس؟ بنقسمهم into two groups. Sometimes the metabolic acidosis بيكون associated with low urinary sodium، ومرات بيكون associated with high urinary sodium. تمام، فاحنا لما patient دخل في metabolic acidosis من ايش low concentration of chloride باليورين. تمام، اذا كان الكلورايد concentration in urine اقل من 10 دكتوريا، الأسباب either alkali administration, total parenteral nutrition، ممكن reduce chloride intake, vomiting. إذا كان the chloride concentration in the urine is high، ممكن يكون certain medication مثل corticosteroids، مثل diuretics، مثل hypokalemia or mineralocorticoid excess. تمام؟ إيش بيهمني هذا الكلاسيكيشن؟ دكتورة بس لو سمحتي الصوت مش واضح إنه بيشوش شوي.
أنا مش نبعت لكم التسجيل إن شاء الله يكون الأمور تمام، لأن اوكي الصراحة ما فيش نعمل غير هيك. اوكي لا، إذا كان الكلورايد concentration is high، التريتمنت تختلف عن لما يكون الكلورايد concentration is low. تمام؟ هلا ايش الساينز اند سيمبتومز اللي بيجي بيشكي منها مريض اللي عنده ميتابوليك الكالوسيس؟ بالعاده الميتابوليك الكالوسيس بتيجي along with هايبوكالينيا وهايبوفوليميا، وغالبا هاي السيمبتومز اللي بيشكي منها البيشنت. بيشكي من سيمبتومز اوف ديهايدريشن، ممكن يشكي من سيمبتومز اوف امبيرد رينال اكسكريشن للبايكربونيت، يعني البايكربونيت بيرتفع بسبب ايذر الهايبوكالينيا، لان البايكربونيت انتري تو ذا سيلز، احنا بنعرف انه في بالانس بين البوتاسيوم والبايكربونيت بالانتري للسيلز، فاذا البيشنت عنده هايبوكالينيا بيدخل بالميتابوليك الكالوسيس. تمام؟ فاذا البيشنت عنده السيمبتومز اللي بتظهر عليه غالبا هي بتظهر السيمبتومز اوف هايبوكالينيا والسيمبتومز اوف فوليوم ديبليشن. تمام؟ اللي هو مثلا ممكن البيشنت يشكي من muscle cramps، postural dizziness، weakness، muscle weakness، polyuria، polydipsia، هاي أكثر symptoms بتظهر على البيشنت وبشكي منها. كيف بدنا نعالج؟ نفس الشيء، بعرف أول شيء شو هو الكوز وبعالجه، تمام؟ بعد هيك إذا مثلا كان سبب الميتابوليك الكالوسيس عند البيشنت أنا بستخدم diuretics، diuretics they may cause metabolic الكالوسيس، إذا قدرت أوقفهم وكانوا مش indicated for chronic therapy بوقفهم. إذا مثلاً patient أنا عم ركبت له nasal gastric tube، بعمل له nasal gastric suction، ممكن يكون هذا السبب، ممكن أوقف هذا الانترفنشن اللي أنا عاملته. إذا مثلاً بياخذ كورتيكوستيرويد ممكن أوقفهم. إذا كان مشكلته أنه في عنده fluid أو potassium deficiency ممكن أنا أعالج هاي deficiencies. تمام؟ هلأ بالنسبة للdefinitive treatment، إذا patient كان عنده الميتابوليك alkalosis associated with low urinary chloride concentration، هذا patient ممكن يستفيد على administration of normal saline. تمام؟ بعطي اي في نورمال سالاين ممكن يتحسن عنده الميتابوليك الكالوسيس. اذا كانت اوريدي السي ال كونسنتريشن عاليه هذا البيشنت ما راح يستفيد من الاي في ادمنستريشن اوف نورمال سالاين. تمام؟ ان سوت سيناريو شو ممكن نعمل؟ في هاي الحاله ممكن انا اضطر اذا كانت البي اتش كثير عاليه والبيشنت عنده لايف ثريتنينج الكالوسيس ممكن اضطر اني اعطي اكسجينس اسيد. تمام؟ شو الاسيد اللي ممكن نعطيه؟ الاتش سي ال. ممكن نعطي 0.1 ل 0.2 normal من ال HCl infused at a rate of 20 to 50 milli equivalent per hour. طبعا بعطيهم ب central vein مش peripheral vein لأن HCl is highly erratic. ونعمل monitoring hourly لل pH لل patient vitals. تمام؟ هلا إذا كان ال patient عنده مثلا كان بياخذ diuretic وعامل له مثلا metabolic alkalosis بس انا مش قادره اوقف الدايريتك، مثلا بيشنت عنده هارت فيلير او بيشنت عنده كرونيك كيدني ديزيز وهو بحاجه لهذا الدايريتك، شو ممكن اعمل؟ ممكن انا اعطي للبيشنت كرونيكالي يستخدم معه الاسيتازولامايد. ايش هو الاسيتازولامايد؟ كاربونيك انهايدريز انهبيتر. هذا الشيء بيمنع بيقلل لي من الفورميشن للبايكربونيت ايون وبيمنع عند البيشنت الميتابوليك الكلوسيس. البيشنت بياخذ ان ريجولار بيسز بجرعه 250 ملي ايكوفالنت او 3 ملي جرام كل 6 الى 12 ساعه. تمام؟ طبعا هذا الشيء احنا بنستخدمه بالكرونيك يوز مش بالاكيوت. اذا البيشنت الاكيوت في البي اتش كثير مرتفعه هون بدي اضطر اعطي اتش سي ال. تمام؟ اذا كرونيك بس البي اتش مش كثير مرتفعه يعني خلينا نحكي مالته مودريت ممكن انا مش قادره اوقف الدايرتك اعطي معه اسيتازولامايد. حد عنده أي سؤال so far؟ تمام. هلا بدنا نحكي عن الريسبيراتوري ستيركنسز كيف بنعالجهم. الريسبيراتوري اسيدوسس البي اتش فيها بتنقص بسبب زيادة السي او 2. هلا بالعادة السي او 2 لما ترتفع لنفرض انه مثلا صار increased generation of CO2 بالجسم. السي او 2 هي potent stimulant للريسبيراتوري سنتر اللي موجود بالبرين. تمام؟ مجرد ما ارتفعت السي او 2 الريسبيراتوري سنتر بعمل stimulation لللونج بيزيد الريت اوف ديبث اوف ريسبيريشن وبيطلع الاكسس سي او 2. ما بيظهر عند البيشنت الاسيد الريسبيراتوري اسيدوسز الا اذا كان عنده مشكله اما بالبرين او مشكله باللونج. منعته من انه يعمل هذا الريسبونس السريع. تمام؟ فغالبا الكوزز اوف ريسبيراتوري اسيدوسز اما حتلاقوا سي ان اس ديزيزز او ميديكيشن بتاثر على السي ان سنترال نيرفس سيستم او بلمونري ديزيزز. تمام؟ يعني مثلا patient COPD، patient عنده pneumonitis، pneumonia، airway obstruction، أو patient بياخد مثلا neuromuscular blocker، بياخد narcotic، بياخد hypnotic،
كلهم هذول ممكن يعمل عند البيشنت سبريشن للريسبيراتوري سنتر. السيمتومز اللي بتظهر عند البيشنت ممكن هيدك، بلاد فيجن، dizziness, restlessness, anxiety, high in mild cases. إذا كانت more severe ممكن البيشنت يصير عنده tremor, asphyxis, somnolence or delirium. وممكن إذا البيشنت صار عنده خلينا نحكي بالإكستريم كيسز أنه يدخل بهايبوتنشن أو بكارديك أريتميز. من ناحية التريتمنت بنرجع نحكي نفس الشيء، لازم أعرف شو هو السبب وعالج الأندرلاين كوز ذات إز بريسيبيتيتنج الريسبيراتوري أسيدوسز عند المريض. تمام؟ إذا مثلا فور إكزامبل كانت الريسبيراتوري أسيدوسز صارت بسبب أن البيشنت ماخذ أوفر دوز من الأوبيويدز مثلا، نعطيه الأنتيدوت اللي هو النالوكسون. إذا مثلاً كانت سببها مشكلة respiratory obstruction COPD or asthma نعطي للpatient البرونكودايليتر. تمام؟ هلأ إذا كانت سبب مش قادرة أنا أميز شو هو السبب، أو كان البيشنت عنده سبب أنا مش قادرة أعالجه، يعني disease non-treatable، يعني نحكي مثلاً brain tumor والpatient مثلاً metastasis on the stage وأنا مش قادرة أعمل له إشي حالياً. تمام؟ شو ممكن أعمل؟ في عندي some medication approved for use in mild to moderate respiratory acidosis اللي هم الميدروكسيبروجسترون، الثيوكولين والدوكسابرام. هدول الدرجس هم مش معرف بالضبط كيف الميكانيزم اللي بيشتغلوا فيها، بس أو أنهم they reduce respiratory acidosis اللي عند البيشنت. فممكن أنا أستخدمهم in mild to moderate cases في الحالات اللي أنا مش قادرة فيها أعالج الأندرلاين كوز. تمام؟ بالsevere cases ممكن إذا البيشنت عنده كتير سيفير الكونديشن ممكن أضطر أني أعمل سيديشن أو أحطه على ميكانيكال فنتيليتر. لا أنا ما بعالج المشكلة بمشكلة تانية. إذا أعطيت أنا بايكارب أنا بدخل هون بالمتابوليك أبنورماليتي. أنا بعطي بايكارب إذا أصلا المشكلة كانت ريدكشن إن بايكارب. تمام؟ هلا آخر سكشن رح نحكي عنه اللي هو ريسبيراتوري الكلوسيس اللي بتزيد سي ال بي اتش بسبب ريدكشن إن سي أو 2 ليفل. هلا الكوزز نفس الشيء اللي بيأثر على الريسبيراتوري سيستم او على السنترال نيرفس سيستم موجودين عندكم بالتابل بتقدروا تقرأوهم. السانجل سنترز also depend on the severity of the illness. It changed from lightheadedness into the severe cases ممكن patients for dysentery or cardiac arrhythmias. Literally, هلا إذا كان patient spontaneously breathing شو أصلا spontaneously breathing؟ يعني مثل مثلكم قاعد بتنفس عادي. تمام؟ مش على أكسجين ثيرابي. هذا البيشنت شو ممكن احنا نعمل معه؟ إذا كانت مالت مودريت خلص بتعالج الكوز. إذا كانت سيفير ممكن شو أعمل عند البيشنت؟ المرة الماضية حكينا لما البيشنت يدخل بكانت أساس نستخدم له الريفيلينج ماسك أو اللي هو نفس البيبر باك. تمام؟ إذا كان سيفير كيس مثل السيفير أسيدوسس أنا بدي أضطر هنا إيش أعمل للبيشنت؟ سيفيشن وميكانيكال فنتيليتر تو كنترول ذا ليفل أوف كيوز. تمام؟ هذا هو concept اللي بيجي بعد أو البيبر بعد. أنا البيشنت عم بتنفس بطلع CO2 نفس CO2 اللي طلع بالباك برجع بتنفسهم مرة ثانية فبيصير لهم retention بيرتفع level of CO2. تمام؟ حد عنده أي سؤال؟